وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة بيّنت السيدة زهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة فينمارك كوميونيكيشنز المنظمة للمنتدى، بيّنت أهمية الإرشاد والتدريب في استمرار عملية التنمية المستدامة وأهم التوصيات التي خلص إليها المنتدى. هو تواصل الإرشاد والتوجيه والتدريب ضمان الانتقال المعرفة بين الأجيال. أعتقد معالي الشيخ هالجملة اختصر أهمية الإرشاد، إن إحنا لازم نعتز ونفتخر ونتعلم ممن سبقونا من أهل الخبرة. طبعا هذه الأهمية الأولى، وبعدين معظم الفعاليات اللي تصير التدريب الدراسة إذا ما في خبرة عملية أحد يشارك الجيل القادم ما راح يكون في تواصل. اللي ميز هاي النسخة إن كورونا خلتنا نعرف شلون نواجه التحديات. المؤتمر صار أكبر لأنه كان في حضور افتراضي وحضور طبعا شخصي. قدرنا إن يكون في عندنا متحدثين من دول أوروبية من دول عربية بدون ما يجون البحرين، وفي ناس الكثير اللي سافروا للبحرين.